ازاي شخصنا ان دي حاله فعلا حال شخير حقيقي؟ شوف حضرتك، الحمد لله احنا المركز عندنا متخصص لاستقبال الحالات من داخل وخارج مصر في اسرع وقت، بحيث العيان من وهو بره بيعمل كونتاكت معايا، لو في فحوصات بيعملها، لو بيبعت لي تصوير حلقه من هو هناك، وتقريبا بيتشخص مبدئيا، وبيجي يوم ما بيجي بيتعملوا العمليه في يوم في نفس اليوم، لان الحمد لله المركز عندنا مجهز بكل الفحوصات اللازمه. زي ما حضراتكم شايفين، ده جهاز، ده جهاز راديو فريكونسي، احدث جهاز راديو فريكونسي. دي حاجه. عندنا كل اجهزه الليزر موجوده، سواء كان الجهاز السوفت ليزر اللي احنا بنستخدمه اللي حضراتكم شايفينه ده، برضه بيستخدم في حالات الفيشيال او العصب السابع. طبعا بيتشخص بالمناظير، سواء كانت الريجيد والفليكسبل. طبعا هو قاعد بيطلع التقرير بالصوره وبالتقرير. دي حاله برضه كنا بنعملها.